نناقش هذا الأمر مع ضيفينا هاتفيا الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في الأمم المتحدة. دكتور علاء، يعني هذا المؤتمر مهم، يحاول رسم خريطة طريق ربما للتعامل والحفاظ على التنوع البيولوجي. الصين من جانبها أعلنت عن إنشاء صندوق بنحو ربع مليار دولار لهذا الشأن، اليابان من ناحيتها تخصص حوالي 17 مليون دولار لهذا الشأن أيضا، لكن هل تعتقد أن العالم جاد في مواجهة هذه المشكلة؟ والله العالم حضرتك لازم يكون جاد، يعني خاصة بعد التصريحات الأخيرة للمنظمة الحكومية المعنية بالتغير المناخ اللي قالت إن في كارثة. حتى السيد الرئيس في كلمته منذ يومين عبر الفيديو كونفرنس حذر دول العالم من كده، قال إن مقدمين على كارثة إن لم نتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على التنوع البيولوجي. فده شيء طبعا لازم إجبار. بعدين الصين النهارده يوم ما بتعمل كده، فاحنا لازم نعرف ان الصين هي اكبر دوله متسببه في انبعاثات الحراريه والتاثير على التنوع البيولوجي طبعا. فكون ان الصين واليابان بيعملوا كده اعتقد ان هم رجعوا الى الحق، ولازم برضو امريكا تساعد بشكل كبير جدا بحيث تحافظ على التنوع البيولوجي والتغيرات المناخيه اللي هم مرتبطين ارتباط وثيق. دكتور علاء، يعني اسمح لي، يبدو ان الواقع مخالف لما تتمناه حضرتك، لانه مثلا الصين الولايات المتحده من اكثر الدول جورا على غابات العالم خاصه في افريقيا. افريقيا تخسر سنويا حوالي 4 ملايين هكتار من غاباتها، غابات العالم التي كانت تغطي حوالي 4 مليار هكتار تنكمش الان بعد عام 90 بفعل دول كبرى. وللاسف ده اللي بيحصل، لكن برضه كله حاسس بالمشكله. يعني احنا عارفين ان الغابات دي هي رئه العالم للتنفس، وان الغابات دي هي اللي بتحتوي على ثاني اكسيد الكربون اللي هو بننتجه احنا بشكل كبير جدا، ويعتبر غاز من اكثر الغازات المؤثره في الاحتباس الحراري. فالغازات دي بتستنشق ثاني اكسيد الكربون طالع لنا اكسجين. فطبعا طبعا الكلام ده كله مرفوض، ولكن انا اعتقد في السنتين الاخيرتين يعني ازداد اهتمام العالم بشكل كبير جدا بالتغيرات المناخيه، لانهم لاحظوا حاجات كثيره جدا وتاثروا. امريكا نفسها تاثرت بالاعاصير القويه جدا اللي ما كانتش بتحصل قبل كده بهذه القوه ولا بهذه الكثافه. فالنهارده لا، العالم ابتدى، يعني النهارده معنى ان الصين ان هي تقول ان انا هعمل ربع مليار دولار، فطبعا حاجه كويسه جدا، خاصه ان الصين بتنتج حوالي 30% من الانبعاثات الحراريه، وهي المؤثره على التنوع البيولوجي. وبعدين برضه عشان السيد المشاهد الكريم يفهم، التنوع البيولوجي هو عباره عن تنوع الاحياء كامله، سواء انسان حيوان نبات حتى الميكرو اورجانيزم او الكائنات الدقيقه. فيبقى في توازن في البيئه نفسه، فده لازم نحافظ عليه، والا الحياه ستدمر على الارض. يعني الحياه لم تبقى يعني صالحه للارض، لم تبقى صالحه للحياه. فده شيء لازم نهتم به بشكل كبير جدا. طب دكتور علاء، مصر تقدم المثل الان بنفسها لنفسها وللعالم، يعني لدينا الان حوالي اكثر او نحو 2200 فدان من الغابات موجوده اكثرها في محافظات صعيد مصر. مصر سترفع هذه المساحه الى حوالي 17000 فدان في الفتره المقبله، اذا هناك مثل يقدم على الاقل للعالم من هنا في مصر. طبعا، وده شيء عظيم جدا، لان مصر اساسا مش بلد غابات، يعني الغابات في اوروبا وامريكا اللاتينيه وافريقيا دي طبيعيه، بينما احنا بننشئ غابات. فده برضو مثل كبير جدا، ونقول للعالم كله ان احنا بنقدم الشيء اللي هو مش عندنا اساسا، اللي احنا بنعمله اللي هي الغابات نفسها. فده طبعا شيء يعني يحسب لمصر، بجانب برضو الحفاظ على البيئه بشكل عام اللي هي انتاج الطاقه النظيفه. مصر بتحافظ عليها بشكل كبير، ومصر مهتمة جدا، وخاصة السيد الرئيس مهتم جدا بالتنوع البيولوجي ومهتم جدا بالتغيرات المناخية. يمكن أكثر رئيس على مستوى العالم مهتم هو السيد الرئيس أحمد حسين. طب دكتور علاء، وأنت نائب لرئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، الغابات مساحتها تغطي الآن 30% فقط من مساحة اليابسة في الكرة الأرضية، وهذه النسبة ربما انخفضت كثيرا عن ما قبل عام 1990. إلى أي حد أثر ذلك على البيئة، على المناخ، على ارتفاع درجات الحرارة، على غيرها من أشياء تؤثر على الإنسان والكائنات الحية الموجودة على الأرض؟ يعني حضرتك الغابات النهارده بالظبط كان آخر تقييم كان 23%، فالنهارده الغابات معناها تنزل لهذا الشكل أو لهذا يعني ليس 30% بقت 23%. آه آه آه
يعني حضرتك المعنى هي تنزل لهذا، معناها ان الغابه احنا عارفين ظاهر التمثيل الضوئي اللي بتاخد ثاني اكسيد الكربون وتطلع اكسجين، وبالتالي زاد اكسيد ثاني اكسيد الكربون اللي هو من اهم غازات الاحتباس الحراري. حضرتك ثاني اكسيد الكربون كان 240 جزء في المليون قبل الثوره الصناعيه، النهارده بقى 450 جزء في المليون، يعني تضاعف. فطبعا ازاله الغابات سواء كليرنج للغابات او حتى الحرائق اللي بتحصل دي نتيجه الاحتباس الحراري والاحترار العالمي طبعا بأثر بشكل كبير جدا، ولازم ننتبه، والكلام ده اللي دايما الاستاذ الرئيسي ينبه ليه، لازم ننتبه والا يحصل كارثه عالميه. لازم كل دول العالم تهتم. النهارده الصين انا مبسوط ان هي ابتدت تهتم، امريكا برضو اعتقد ان هي اهتمت عن وقت ترامب، الشكل الحالي افضل بكثير يعني. ويجب ان يهتم دكتور علاء لانهم اكثر الملوثين للبيئه ونحن اكثر المتاثرين بهذا التلوث واقل الملوثين ايضا. هو ده للاسف، بس هم لم يتخذوا اجراءات احنا مش بنهدر حاجه، احنا هندمر برضه. يعني الدول الكبرى الصناعات الكبرى ديت هي المسؤوله عن الاحتباس الحراري، وهي المسؤوله برضه عن ازاله الاحتباس الحراري. احنا النهارده بنشجع اي بادره بيعملوها للاسف الشديد، لان ما فيش اجبار، يعني ما فيش اجبار. يعني حتى الامم المتحده احنا كذا مره في الامم المتحده نطلب ان يكون في قرارات يعني شبه تجبر الدول على ذلك وعلى الالتزام بالتزاماتها. ما فيش الى الان للاسف، لكن احنا بنحاول. يعني جوتيريش قال ان الامر يشبه الانتحار يعني لا قدر الله، فيعني الى ان يحدث عكس ذلك. اشكرك ضيفنا هاتفين الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الاقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في الامم المتحده.